أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات، يوم سعيد مع درس جديد من دروس القراءة بعنوان كبرياء طفل. يا ترى مين الطفل ده؟ ويا ترى إيه الموقف اللي ظهر فيه عنده الكبرياء؟ ده اللي هنتعرف عليه من خلال الدرس بتاع النهاردة. طيب، بطل القصة عندنا أولاد مصطفى كامل. مصطفى كامل دوت نال أي حصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية 1887. زمان يا أولاد كانت اللي بياخد شهادة الابتدائية دي كانت حاجة كبيرة قوي، عشان كده المدرسة أقامت حفل ضخم جدا عشان توزع الشهادات على الطلبة الناجحين، وكان طبعا من ضمنهم بطل القصة بتاعتنا مصطفى كامل. يا ترى مين اللي جه الحفلة؟ الحفلة كان فيها الخديوي توفيق وكبار رجال حاشية والوزراء ورهطا من علية القوم. رهطا؟ يعني ايه رهطا؟ برافو عليك، يعني جماعة من علية القوم. حفلة ضخمة زي دي يا ولاد بالتأكيد هيبقى ليها نظام، وكمان هيبقى فيها تعليمات. طيب يا سيدي، علشان تعرف النظام، كان من نظام الحفل المتبع المسؤول بين يدي الخديوي واحدا فواحد. المسؤول هنا يا ولاد معناه الوقوف، يبقى هيقف الطلاب بين يدي الخديوي. يعني ايه بين يدي الخديوي؟ يعني امامه واحدا فواحد، واحدا فواحد، يبقى يقفوا بنظام. طب كده عرفنا النظام. يا ترى كانت من تعليمات الحفلة ايه؟ كان من تعليمات الحفلة يا أولاد حينما يسأل عن اسمه، يسأل الخديوي عن اسم الطالب أو اسم والده، يجب أن يسبق بكلمة عبدك. مش فاهم يا مستر؟ يعني يا سيدي الطالب اللي هيقول اسمه قدام الخديوي لازم يقول كلمة عبدك فلان، ابن عبدك فلان. الطلبة كلهم عرفوا النظام ونفذوا التعليمات إلا مين؟ مصطفى كامل. لما جه الدور على مصطفى كامل أمام الخديوي وسأله عن اسمه، أجاب باعتداد وأنفى. اعتداد يعني اهتمام، وأنفى معناها عزة نفس. أجاب باعتداد وأنفى مصطفى كامل. أنا شايف في ضابط هنا وراه. الضابط ده يا ولاد كان متغاظ جدا، زعلان ومتضايق، ازاي الطالب ينسى يقول كلمة عبدك؟ فبدأ يهمس لمصطفى كامل أن يتذكر كلمة عبدك، تذكر كلمة عبدك. فتجاهله مصطفى كامل، وحينما سئل عن اسم والده أجاب علي أفندي محمد. فعقب الخديوي، يعني رد الخديوي على مصطفى كامل بسابق معرفته بوالده بإخلاصه، ويشهد له بإخلاصه وكفاءته. الضابط يا ولاد فضل متضايق. فلما خلصت الحفل وغادر الزائرون المكان، الضابط طبعا مش هيسكت، علشان كده هيستدعي مصطفى كامل. لما استدعى وخلصت الحفلة استدعى مصطفى كامل. كلنا طبعا عارفين ليه استدعاه، طبعا عشان يناقشوا في مخالفته التعليمات. تم استدعاء مصطفى كامل أمام مدرس المدرسة وسأله لماذا خالفت تعليمات الحفل. بص بقى هنا شجاعة مصطفى كامل وجراءته. بص هيرد عليه ويقول له ايه، كيف تطلب مني أن أذكر كلمة عبدك وما كنت أنا عبدا ولا كان أبي كذلك؟ يعني ولا أنا عبد ولا أبي برضو عبد، ولو قلت غير الحق لكنت كاذبا محتالا وحشى لي أن أكون كذلك. إيه ده؟ اندهش الضابط وما قدرش يغالب دهشته. إزاي طالب لم يتجاوز 16 من عمره ينطق بتلك العبارات التي لا يستطيع أن يتكلم بها من أكبر منه سنا ومقاما؟ سن يا ولادي يعني عمر، ومقاما يعني مكانة.
ولا اللي أكبر منه في السن ولا في المكانة يعرف ينطق بتلك الكلمات. وده يا ولاد بيعلمنا الشجاعة والجراءة وبرضو الاحترام، وبيعلمنا الاعتزاز بالنفس، وإن احنا طبعا عدم الإذلال لأي شخص آخر. وده يعتبر كده يكون نهاية، تكون نهاية درسنا النهاردة، ونلقاكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.